والله يمكن التنظيم راح ترك عليكم. انا يمكن انا شفت واحده من اجمل ما يمكن في التنظيم في هذه الدورات. يعني شفتوا الحاله، حاله الافتتاح والحاله اللي موجوده حاليا كل شيء من احلى ما يمكن. دعينا الى مجموعه لاعبين اللي يشتغلون بالمحافظات ادواتنا، ومن ثم شوفوا الرموز اللي موجوده اليوم حاضره بهذا الحفل، سواء مدربين او لاعبين دوليين سابقين، ويمكن هذا مو غريب علينا، احنا شيء نفتخر به يعني، وهذه بدوه يعني بدايه، هاي خطوه على الطريق الصحيح. مهم المنتخب الوطني، ايش تتوقع اليوم؟ ان شاء الله نجي نرجع فرحانين، اذا ما فزنا نقبل بالتعادل ونبقى متصدرين يعني.